بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا راوتر بورد يا شباب، يمكن على قد الإيد، من شركة مايكروتك. راوتر بورد جميل جدا، يصلح للعمل في الكافيتريات والفنادق والشبكات الصغرى، وأيضا في المنازل والناس اللي بتعاني من انتهاء الجيجات باستمرار في نص أو أول الشهر. تعالوا نشوف النهاردة يا شباب الراوتر بورد الجميل ده من شركة مايكروتك، اسمه RB941-2ND، RB941-2ND، من الرواتر بورد الجميلة جدا، وراوتر يعني قلنا سعره في متناول الإيد. تعالوا نشوف مكونات الراوتر بورد ونشوف الإمكانيات بتاعت الراوتر بورد. زي ما انتم شايفين الراوتر بورد بيجيلك كتيب أو كتالوج صغير ولوجو من شركة مايكروتك. الراوتر بيجيلك زي ما انتم شايفين كده يا شباب، وبيجي لك الباور بتاعه الجميل اللي هو الصغير ده، تمام، اليو اس بي زي ما احنا شايفين كده، تمام. وزي ما انتم شايفين يا شباب الراوتر 4 بورت، وقلنا ده زرار الريسيت، وهنا مكان الكابل بتاع الباور زي ما انتم شايفين. الراوتر يا شباب في واي فاي بتردد 2.4، في واي فاي بتردد 2.4. تعالوا نشوف امكانيات الراوتر برضه ده على السريع يا شباب. السي بي يو بتاع الراوتر ده الكور واحد، البروسيسور 650 ميجا هرتز، الليفل 4 شباب، وده اول ليفل في شركه مايكروتك. الرامه 32 ميجا، والفلاشه بتاعه الجهاز ده شباب 16 ميجا، 4 كروت لان بقوه 10 100، والواي فاي بتردد 2.4 بقوه 300 ميجا. راوتر خفيف وراوتر جميل جدا يا شباب، قلنا يشتغل في جميع الكافيتريات، وراوتر صغير في الحجم مفيش فيه استهلاك للكهرباء. ممكن يشتغل ايضا من خلال الباور بانك، لان الباور بتاع شباب صغير زي ما قلنا مش عالي قوي، الباور بتاعه 5 فولت تقريبا زي ما انتم شايفين اهو، 5 فولت، فباور صغير. وزي ما انتم شايفين الباور جميل جدا جدا يا شباب، والجهاز رائع، قلنا جهاز على قد الايد خصوصا الفترة الاخيرة في ارتفاع في جميع الموديلات او جميع الراوتر بورد الخاص بشركة مايكروتك. زي ما انتم عارفين راوتر مترخص من شركة مايكروتك، حاجة رسمية ليفل 4، تقدر تدخل على الراوتر من اي مكان في العالم. من خاصية الكلاود بتاعت الراوتر يا شباب، تقدر تحدث الراوتر بكل سهوله، وايضا بتنزل صفحات سبوت وبتشتغل على البرود باند، بتشتغل على ايضا اليوزر مانجر والهوت سبوت. الموضوع سهل وبسيط وسلس، وحاجه زي ما قلنا يعني قد كف الايد او اصغر من كف الايد، مرخصه من الشركه، مش هتتعبك جميع السكريبتات. تقدر ايضا تدمج 3 خطوط او تدمج 4 خطوط يا شباب، او تدمج 5 او 10 خطوط على فتحه لان واحده او فتحتين زي ما شرحنا. راوتر زي ما قلنا شباب سعره كويس وفي متناول الجميع.